أقاسمها وعيقلنتها وزارة وقافتها أريمها الدينتها أقاسمها واحدة شرعية وزارة عدالة حكومة فدرال الصوماليا أيا كها اللي دباتة مصوما سوق أيا سيدا وقوها بوني لغور تيكرو وحلو قد بكر إلهي سبحانه وتعالى إن الله لابتو دينتي إن لغو رغمو شرع هذا الدلك قدك سن محانك هذا لغوه الشيي إن لغو رغمو dad badan amaga dawladda ama dhaqaalaha dawladda ama maxuu ahaay haya oo hadda la oran karo inaku muqaacadtum ala uyunil maali marka kulligeen waa is maslaxayna in ay qiyaamana hortaalo ruuxi maxuu ahaay dhintana marka qiyaamaha la taago asagoo maxuu ahaay lamadii saacadood ulka ku taagan yihiin iyo afar shay laga su'aalaa أقاسمها قودة وزارة وقافتي أرمها الدين تا حكومة فدرال الصومالي مدن عمر فاروق عبد العزيز أي الشاغين وزارة ويدا دالك وقوين وقجر توسيدي لغهور تقرها مصوما سوغا لنا عكران وحا وتلمامي إن وزارة ويقرشين سكورتاقا مقادراتكا كاسو لباتبان كوها يا برشاد الصوماليات يوحيابها أنشحا عنهين إيه كفك شريعة إسلامكا وحان مانتا أو تاريخ دو إتهاي شاني لباتنكا بيشة سبتمبر لبادة كوني سجال يطبعاً أنقق بالني وحرنت وزارة برنامج أما كلاً أما ضد علمية كسابساً كعلمت الدين الإسلام ك للدجالن كمسوق ماسوقة دور الإسلام في محاربة الفساد رنتي ودكتهين ما عرفت ماشي عن كم رأينه مسوق ماسوقة يسدون أهري برشادة سوماليات تاسمر ك وحن من سنة هاي وزارة وقافتي أرمي الدين تنهي تهي يعني كالنت أومهم سنيني كلها تهي وعي قرينتا وزارة وحي هادا قبقبي سي دياري سي استادي أما دراسات كسابسا مخادراتك إيو دباتوين كبرشاد وقيسن كرو سادراد وحان إن شاء الله تعالى عن ربنا أسبوع عن هادا دارانا يسوى سعضو إنا قابلنا برنامج محوهاي لغة هدلايو إسلام كإي السيدة محوهاي أحر انتمي مخادراتك هي دراجة وحلي هذا ودريم كنا دراجة دبكة إمارة توجي سنة يسبل شدنا سيجار وحاربة إن الفرصة ده نوقف إذا استو جناح ستة الصوماليات إن إلهي وجب قان ومضوا الصوماليات محايا لي ندك سوق اليوم وعيقة وزير كحجانك وزارة وقافتي أريمها الدين تاع حكومة فدرال الصومالية مدن عثمان آدم لوبو أي حسين مهم وياها شركة سلوجو لسم صوماس وقنا مهم تاعي in loo wada istaago wax walba oo musuqmaasuq lagu guuleysan karo runtii waa mid aad wanaageed u leh in maanta marxaladan ee barnaamijka kulankan iftidaaxiisa aan ku furo si mataqaanaa kulliiba qalbiga waxaan idinka rajaynayaa iftitaaxa oo aad idin furay kulankan horaantii toddobaadka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga dhismaha guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa heer federaal iyo heer dowlad goboleed si looga gudbo dhibaatada baan ee ku ahay bulshada Soomaaliyeed. Muqtar Timacad, warbaahinta qaranka, Muqdisho.